بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الوزراء المحترمون، السيدات الوزيرات المحترمات، كما جرت بذلك العادة، نبدأ لقاءاتنا بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء عليه، سائلين مولانا أن يدوم علينا نعمه ويحفظنا من النقم ما صغر منها وما كبر. وبطبيعة الحال لا يمكن أن نبدأ مجلسنا الحكومي لهذا اليوم دون أن نعلن خبر استقالة الأخ السي محمد أزين، الذي تحمل مسؤوليته السياسية بكل شجاعة بعد أن انتهت الوزارتان المكلفتان بالتقريرين. وتحمل هذه المسؤولية عن مسؤولية إدارية محضة، لم يكن فيها أي شيء في التقريرين يعني يسيء، ولكنه تحمل مسؤوليته وقدم استقالته التي رفعتها إلى جلالة الملك، والذي ارتأى نظره السديد حفظه الله أن يعفيه من مهامه. وأعتقد أن هذا الحدث رغم أنه مؤسف، فنحن حكومة جئنا لخدمة البلد، لابد وأن نستمر في القيام بواجبنا على أحسن الوجوه إن شاء الله الرحمن الرحيم. لابد كذلك أن نشير إلى الحديث المؤلم الذي وقع في فرنسا على مؤسسة صحفية والإجرامي، ونذكر أن جلالة الملك قام بالواجب من خلال يعني برقية تعزية والتضامن، وكذلك قام يعني رئيس الحكومة برسالة في نفس الاتجاه. كذلك ولله الحمد يعني لابد أن نذكر بخبر سعيد هذه المرة، وهو أن يعني الإجراء الذي اتخذته وزارة الاقتصاد والمالية في حق الأشخاص الذين كانت عندهم رغبة في إدخال أموالهم إلى الوطن تكلل بنجاح غير مسبوق وكبير جدا، بحيث المتفائلون كانوا لا يتصورون أننا سنصل إلى 5 أو 6 مليارات من الدراهم، فأصبحنا أقرب إلى 28 مليار درهم. وهذا بغض النظر عن جوانبه الاقتصادية التي أعتقد أنه نسيت وزير الاقتصاد المالية قد وضحها بطريقته اللطيفة والمعهودة، يدل على منسوب الثقة الكبير جدا الموجود في دولتنا، الموجود في نظامنا، والموجود في حكومتنا، والذي ولله الحمد أعتقد أنه خطوات أولى نحو مستقبل زاهر إن شاء الله الرحمن الرحيم بالنسبة للبلد وبالنسبة لمواطنيه. ونستهل مجلسنا لهذا اليوم بدراسة مشروع قانون يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية لفائدة موظفي قطاع المياه والغابات، يقدم السيد وزير المنتدب لرئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، فليتفضل مشكورا.